اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. فقره الاهلي في المونديال او مسابقه الاهلي في المونديال دائما كل يوم اربع بيكون معانا الاستاذ محمد ابو العيله من وزاره التضامن الاجتماعي علشان يسحب من سيكون الفائز الثالث الاسبوع الثالث على التوالي. قناه الاهلي هتسفر حد ان شاء الله شنطه السفر معانا بشنطه سفرك على الامارات ان شاء الله لمشاهده المباراه الاولى. خليني ارحب بالاستاذ محمد ابو العيله. ازيك يا استاذنا؟ ازيك يا كابتن؟ وحشني والله. الاربع اللي فات ما شفتكش لغايه النهارده حبيبي يا كابتن. الناس بقت بتتفائل بيك. طب الحمد يعني لله، دي حاجه كويسه، دي حاجه كويسه جدا. يا رب يكون وش حلو عليهم يعني. يا رب دايما ان شاء الله. هنبدا طبعا زي ما حضراتكم متعودين مننا كل يوم اربع يكون معانا سؤال. السؤال طبعا السابق كان افضل مركز وصل له النادي الاهلي في مونديال الانديه، والاجابه طبعا زي ما حضراتكم عارفين كانت الاجابه الثالثه، المركز الثالث. الإجابة كانت رقم واحد الأول، الإجابة رقم اثنين الثاني، الإجابة رقم ثلاثة الثالث، وهي الإجابة الصحيحة. خلينا بقى نشوف أستاذ محمد، اتفضل. بسم الله. كالعادة من سيكون الفائز الثالث من خلال أستاذ محمد بقى يقعد يلف وينزل ويطلع كالعادة يعني. احنا حافظين يا أستاذ محمد. ها تمام. ننزل بقى وبعدين نطلع تاني عشان نبقى ايه في النص دايما. اتفضل يا استاذ محمد. لا اديها واحده كمان بقى، طالما ما جاتش على طول يبقى اديها واحده كمان. جت خلاص؟ تمام. طيب ماشي. اخر اربع ارقام 9707. اذن الفائز معانا النهارده هيكون اخر اربع ارقام 9707. اتصلوا لنا بيها الشباب علشان نعلنه ان هو سيكون الفائز الثالث معانا في مسابقه الاهلي في المونديال، عشان ان شاء الله يتفرج معانا على اولى المباريات. النادي الاهلي بيلاقي نادي مونتيري المكسيكي، ان شاء الله يكون معانا كده بشنطه سفره ويطلع معانا. اروح ابص يا استاذ محمد بعد اذنك كالعاده دايما. الرقم اللي جاء لاستاذ محمد حط ايده عليه 9707. اذا رقم 9707، يلا الشباب اتصلوا لنا بيه ثلاث مرات، ما ينفعش عشان استاذ محمد ممكن يجي يعمل تاني. تتصل يا شباب ولا ايه؟ لا بس لو ما ينفعش هنحاول معاه تاني بره احنا بقى. ايه ده؟ لو ما ينفعش هنحاول معاه تاني بره، خلي الراجل يكسب يعني. الراجل لسه والله؟ طبعا. ماشي خلاص يعني. اوكي. بس هو يرد ان شاء الله يرد. احنا دايما قلنا حتى في المسابقه احنا بنتصل ثلاث مرات طبعا، لو ما يعني الثلاث مرات افرض ما ردش. لا نفضل نحاول معاه لحد ما يرد ان شاء الله يكسب. والله اه طبعا. يا مسهل يا رب. خليكم وراء الشباب بقى لغايه لما يرد عشان نعرف برضو من سيكون الفائز الثالث ان شاء الله من مسابقه الاهلي في المونديال لمباراه الاهلي ومونتيري المكسيكي. هيكون معانا ان شاء الله فائز ثالث استاذ محمود محمد نادي. الاستاذ محمود رد يا استاذ محمد. استاذ محمود محمد نادي، الف مبروك يا استاذ محمود. الله يبارك فيك يا كابتن. يعني طبعا سعداء وان حضرتك كسبت معانا، انت الفائز الثالث ان شاء الله اللي هيكون معانا في مباراه الاهلي ومونتيري. رحت مباريات قبل كده يا استاذ محمود؟ والله كانت اخر مره كانت هنا في القاهره، يعني كان اهلي وترجي. اهلي وترجي ده امتى؟ من حوالي مده كبيره، من حوالي 10 سنين كده. يا ربنا يديك الصحه. انت كام سنه؟ لا ده انا صغير، عندي 31 سنه بس. يعني انت مشجع اهلاوي بقى؟ ده انت بحب الاهلي جدا يعني. متجوز ولا لا؟ متزوج. عندك اولاد؟ معايا مروان ومحمد توأم ومعايا حور. ربنا يخليهم لك، بس طبعا شكلهم صغيرين يعني لسه. عنده 5 سنين كده. يعني مش هيلحقوا يسافروا معاك على فكره. انا مش هندفع لك، بس هندفع لك انت بس، مش هندفع للولاد. لا طبعا سعداء جدا، والف الف مبروك يا استاذ محمود. الله يخليك يا كابتن. وان شاء الله يعني جدا والله. نعم انا فرحان جدا ان حضرتك كلمني والله، وان انا كسبت المسابقه. لا الف مبروك يا حبيبي، وان شاء الله تطلع معانا وتبقى رحله جميله ونشوف نتفرج كلنا مع بعض، حضرتك واثنين متسابقين اللي كانوا في الاسبوعين اللي فاتوا. وان شاء الله الاسبوع القادم هيكون الاسبوع الاخير في هذه المسابقه. وكالعاده زي ما حضراتكم متعودين مننا هنقول لحضراتكم حالا على. انا بشكرك يا استاذ محمود، الف مبروك معانا. يا فندم.
متشكرين جدا يا استاذ محمود، الف مبروك. خليك بقى على التليفون علشان ياخدوا كل البيانات بتاعه حضرتك. الف مبروك الفائز الثالث. كده بقى عندنا ثلاث فائزين زي ما قلت لحضراتكم. ان شاء الله يوم الاربعاء القادم هو اخر يوم، اخر يوم او اخر متسابق هيسافر معانا ان شاء الله الى الامارات لمشاهده مباراه النادي الاهلي ونادي مونتيري المكسيكي. سؤال الاسبوع القادم لو جاهز يا سمير. طب اتفضل اتفضل. من هو المدرب الاكثر مشاركه مع الاهلي في كاس العالم للانديه؟ الاجابه رقم واحد مانويل جوزيه، الاجابه رقم اثنين بيتسو موسيماني، الاجابه رقم ثلاثه مارتن يولي. من هو المدرب الاكثر مشاركه مع النادي الاهلي في كاس العالم للانديه؟ الاجابه رقم واحد مانويل جوزيه، الاجابه رقم اثنين موسيماني، الاجابه رقم ثلاثه مارتن يولي. ثلاث اجابات زي ما حضراتكم عارفين بقى، عرفتوا الدنيا ماشيه ازاي. حضرتك تختار احد الثلاث اجابات اللي موجوده، الاجابه رقم واحد، الاجابه رقم اثنين، او الاجابه رقم ثلاثه. الاجابه اللي هتبعتها تبعتها على الارقام 1795 من اي تليفون محمول، او رساله على ايضا 1795، او تتصل من اي خط ارضي على 0909500 وتسجل اجابتك. الاجابه الصحيحه دايما ان شاء الله تكون سعيد الحظ ويكون المتسابق الرابع والاخير اللي هيكون معانا ان شاء الله في الامارات. اشكرك جدا يا استاذ محمد. شكرا، شكرا جزيلا. شكرا لجمهورك. شكرا. اشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد ابو العيله، طبعا من التضامن، من وزاره التضامن الاجتماعي. دايما بيكون معانا كل يوم اربع، هيكون معانا ان شاء الله يوم الاربع القادم ايضا لسحب المتسابق الرابع. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستكمل حلقتنا، والفقره الاخيره النهارده هيكون معايا الكابتن احمد الحنفي والكابتن قيشو، الاثنين هيكونوا معايا. بعد هذا الفاصل هنتكلم عن كاس الامم الافريقيه وعن النادي الاهلي، ولكن بعد هذا الفاصل.